وبالتالي يا دكتور المودي ده نوع من انواع المهم قوي ان انت لازم ان احنا ايه ناخد بالنا منه، ان هو عباره عن جينيتيك ديس اوردر يا دكتور، خلل طبيعي مولود به كده وليس نتيجه مؤثر خارجي. خلاص مهم قوي ان احنا نعرف النوع ده. طيب النوع الخامس حاجه هنسميها جستيشنال دايبيتس. جستيشنال دايبيتس يعني جستيشنال دايبيتس اللي هو سكر بنسميه سكر الحمل. يعني ايه سكر الحمل؟ قال لك والله اي بنت اثناء الحمل معرضه لجيلها سكر، السكر ده بيكون ايه؟ مؤقت لو احنا تعاملنا معاه تعامل مظبوط. كرونيك لو احنا ما تعاملناش معاه تعامل مظبوط. يبقى اذا هو معرض لكل بنت هتحمل ممكن يجي لها جستيشنال دايبيتس، بس الناس الاكثر عرضه اللي هي الناس الاوبيزيتي اللي هي وزنها زياده، الناس اللي بتاخد فيرتيليتي ايجنتس زي الكلامافين والميريونال ومش عارف والفوستيمون بكميات وحاجات دي معرضين ان هو يجي لهم الحاجات ديت، الناس اللي هي فيزيكال ان اكتيفيتي والحاجات اللي ما بيتحركوش كتير وما بيعملوش رياضه واللي اكلهم مش صحي واللي بياكلوا على طول الفاست فود واللي بيحبوا الرمرمه والحاجات ديت، كل الحاجات ديت كلها بتبقى في الاخر بتبقى في الاخر على طول ممكن تكون معرضه اللي هي ما يسمى ب جستيشنال دايبيتس. يعني جستيشنال دايبيتس اقول لك والله الام اللي هي الحامل ديت بيبدا يحصل عندها انكريز الجلوكوز عندها في الدم. طب ايه المشكله من ساعه الجلوكوز عندها في الدم؟ اقول لك لا استنى، طالما الدم عند الام بدا يكون فيه عند الجلوكوز كتير فالجلوكوز ده بيروح عندك للبيبي. طب يا عم ما يروح للبيبي، ايه المشكله؟ هيغسل البيبي؟ هيغسل البيبي ويبدا عندك ويبدا عندك البيبي ده يبدا وزنه عندك يزيد بدل ما يكون عندك الوزن الطبيعي بتاع البيبي من 2500 ل 3400 وحد اقصى، لا ده وزن البيبي هنا ممكن يوصل 4 جرام 4 كيلو و100 جرام ات مينيمم، يعني وزنه عشان حتى اللي هيتولد اكتر من 400 او 400 يا دكتور هبدا اشك ان امه كان عندها سكر. خلاص كده؟ يبقى الوزن الطبيعي لا يزيد عن 3400، ولكن في الام اللي عندها سكر او جالها سكر حمل سواء اكتشفته انا او ما اكتشفتوش البيبي بتاعها يا دكتور هيكون عندها ايه؟ بيتولد وزنه لا يقل عن 4 كيلو و100 جرام. عشان كده اي بنت هتولد ولد او بيبي عامه 4 كيلو و100 جرام او اكثر يبقى انا شايف على طول هي كان عندها سكر ولازم اروح اتعامل معاها والا هتحول الى كرونيك دايبيتس. خلاص؟ طيب نرجع تاني، السكر بدا يزيد عند الام راح عن طريق البلاسينتا راح عندك للبيبي بدا يغسل البيبي، بس لسه بيكون البيبي عندنا الانكلاس بتاعه ما بتكونش لسه ايه؟ ما بتكونش لسه طلع او لسه مش متعود على كميه الانسولين اللي يطلعها، ولكن في حاله وهو لسه جنين بيجي له جلوكوز كتير قوي من الام فبيخلي على طول لسه الانكلاس بتاعه لسه طري فيبدا يطلع عندك انسولين كتير. يبدا يطلع انسولين كتير لانه جاي له جلوكوز كتير، يبدا يطلع انسولين كتير لانه جاي له جلوكوز كتير وهكذا. المشكله تكمن فين؟ المشكله تكمن اثناء الولاده. اول ما بيتولد البيبي ده البنكرياس بتاعه بيطلع انسولين كتير زي الاول، ولكن ما فيش عندي جلوكوز كتير اللي كان بيجي له عندي من الايه؟ من الام، على طول يحصل عندي ما يسمى بيه هايبو او سيفير هايبوجلايسيميا. وبالتالي الطفل ده اثناء الولاده اول ما بيتولد بيحتاج ممكن حضانه ومحتاج عندي ديكستروز ادوكستروز ومحتاج كمان فنتليتور، ممكن الجا كمان لفنتليتور، كل الحاجات ديت كلها ممكن ان انا الجا لها. خلاص؟ لان انا مش عارف من البدايه، وممكن لو انا مش عارف من البدايه ممكن الطفل عندي لو هي ولدت في مستشفى غير مجهزه او اي حاجه من ديت ده ممكن يؤدي الى الوفاه ما الحقش الايه؟ ما الحقش البيبي، وبالتالي لو انا عارف يبقى انا هولده في مستشفى مجهزه فيها فنتليتور وفيها حضانه مجهزه، الحاجات ديت كلها لازم ان انت تاخد بالك منها. طيب يا دكتور تعالى يا دكتور جستيشنال دايبيتس كده، يبقى السكر اي بنت حامل معرض اللي هي يجي لها سكر اثناء الحمل، وقلنا السكر ده بيكون عندي مؤقت لو انا اتعاملت معاه تعامل مظبوط، ولكن ممكن يتحول لكرونيك دايبيتس لو انا ما اتعاملتش معاه تعامل ايه؟ تعامل مظبوط. طب ايه اكتر فتره البنت الحامل تكون معرضه يجي لها جستيشنال دايبيتس؟ اقول لك من الاسبوع ال 24 الى 28 من الحمل. يبقى عشان كده اي حد هيتحول الى بريجننت في الاول ما اعرف ان هو بريجننت اروح اعمل له تحليل سكر حمل على طول، ثم اكرر التحليل امتى؟ مهم قوي في الفتره اللي هي ايه؟ اكتر فتره معرض ليها يجي لها جستيشنال دايبيتس من الاسبوع ال 24 الى الاسبوع ال 28، مهم قوي مهم قوي لازم اعمل التحليل في الفتره دي. هنشوف ايه التحاليل اللي احنا هنعملها ونتعامل معاها ازاي؟ طيب يا دكتور لو انا يا دكتور ممكن يكون شيء اعراض، احنا اتفقنا ان مش كل انواع السكر لها اعراض، خاصه الجستيشنال دايبيتس برضه مش هيكون لها اعراض لانه هي عندها انسولين، لان الانواع من السكر اللي عنده انسولين ما بيكونش عنده ايه؟ ما بيكونش عنده الاعراض في الغالب،
وتستشفى دايابيتس نوع من انواع اللي هو عنده ايه؟ عندها انسولين، صح ولا لا؟ وبالتالي يا دكتور هنا في الحاله ديت ممكن ما يحصلش اعراض، يعني انت عايز تقول لي ان ممكن البنت تحمل وتولد واحنا مش عارفين، وكان عندها سكر واحنا مش عارفين ايه؟ ممكن تحمل وتولد واحنا مش عارفين. المشكله الكبيره اللي هي اثناء الحمل معرضه لاعراض، ايه الاعراض ديت؟ ممكن يجي لها تسمم حمل اصلا، اللي احنا بنسميه البريكليمسيا مثلا، ممكن يجي لها تسمم حمل. ها، وبالتالي يا دكتور دي حاجه مش بسيطه. النقطه الثانيه اللي هو احنا قلنا الجستيشنال دايابيتس مرض سكر مؤقت، لو احنا اعطينا له علاج اثناء الحمل ولكن افرض ولدت واحنا ما نعرفش، معدل او احتمالات اللي هو يتحول لكرونيك دايابيتس عاليه جدا جدا، ممكن تصل فوق ال 90%. وبالتالي ده معرضه اللي يجي لها كرونيك دايابيتس، عشان انا ما عالجتش، يعني ممكن اعالجها من الاسبوع ال 24 لاخر الحمل وخلصت، وبوقف العلاج بعد الولاده وخلاص كل حاجه راحت لحالها، ولكن نتيجه ان انا ما عرفتش ونتيجه ان انا ما عملتش تعامل مظبوط ادت الى تحولت الى ما يسمى ب كرونيك دايابيتس يا دكتور، اللي هو مرض السكر يا دكتور اللي هو المستمر اللي احنا بنسميه كرونيك دايابيتس. خلاص، يبقى مهم قوي ان انت تعرف النقط ديت يا دكتور. طبعا هنيجي على الحاجات ديت تاني ونشوف دايجنوزيس تريتمنت الادويه، الحاجات ديت كلها هنبدا ان احنا نتعامل معاها. اتفقنا اللي احنا عندنا، شفنا نسبه من 1% ل 14% من الحوامل ممكن يجي لها الموضوع ده يا دكتور، وعرفنا خاصه مين اكتر الناس اللي بتكون معرضه للموضوع جستيشنال دايابيتس، اكتر فتره اللي هو الايه؟ ها؟ الثيرد ترايمستر اللي هو الايه؟ الشهر اللي ايه؟ بدايه الثالث، خاصه الاسبوع 24 الاسبوع 28 ديت الاسبوع ترايمستر اللي هو الاول خاصه الاسبوع 24 الى الاسبوع 28 مهم قوي ان احنا نعرف الايه الحاجات دي. بري دايابيتيك يعني بري دايابيتيك، اقول لك والله بري دايابيتيك اللي هو المعرض لحدوث السكر، بس عايز اقول لك برضو تعاملنا مع البري دايابيتيك كمعلومات شبيهه بالجستيشنال دايابيتيس كمعلومات، بمعنى ان الجستيشنال دايابيتيس حاجه مؤقته لو تعاملنا معاها تعامل صح مش هتحول لكرونيك، ولو ما تعاملناش معاها تعامل صح هيتحول لكرونيك. كذلك البري دايابيتيك، البري دايابيتيك ممكن تتعامل معاه وهو في مرحله البري دايابيتيك خلاص كل حاجه راحت لحالها، ولكن لو ما تعاملتش معاه وهو في مرحله البري دايابيتيك ممكن معدلات او احتمالات ان هو يتحول الى كرونيك دايابيتيس عاليه جدا. بري دايابيتيك يعني ايه بري دايابيتيك؟ اقول لك والله هقول لك مثلا معدلات السكر عنده يعني مثلا اقول لك الراندوم شوجر مثلا بلاد جلوكوز فوق ال 180 ده عنده سكر، طب وتحت ال 180 اقول لك ما عندوش سكر بس من فوق ال 140 لل 180 ده بري دايابيتيك. وكذلك مثلا الفاست هنشوف النسب دي، الفاستنج مثلا من فوق ال 126 ده عنده سكر ولكن تحت ال 126 ما عندوش، بس من ال 100 الى ال 125 ده بري دايابيتيك معرض. عشان كده الناس اللي هتلاقيها مثلا الناس اللي هي وزنها زياده وفيزيكال ان اكتيفيتي والحاجات ده يعتبر بري دايابيتيك، خاصه لو عندي فاميلي هيستوري ده تبقى كارثه. لو معايا لو جالي واحد الصيدليه كده اوبيز بس كده وممكن اساله باباها او مامته معاها سكر، كارثه. لازم انا اقف عند الولد ده، لازم انزل له وزنه، لازم انظم له الدايت بتاعه، ممكن اديله حاجه زي الميت فورمان في الفتره ديت برضه ما عنديش مشكله. ها، يبقى انت لازم هتتعامل مع مريض او مع الشخص اللي هو البرين دايابيتيك على اساس ما تحولش الى كرونيك دايابيتس، لان لو اتحول في الحاله ديت طالما يا جماعه كلمه كرونيك احنا متفقين عليها كرونيك خلاص هيبدا شعوره الموضوع عندي خلاص مش بيرجع تاني، يبقى كلمه كرونيك ديت هيفضل عندي طول عمره مش هيرجع تاني خلاص. بديت مهم قوي ان تعرف حاجه زي كده يا دكتور. في عندك other types of diabetes، يعني مثلا ما هو مين اللي بيطلع عندك الانسولين؟ البنكرياس. ممكن يحصل عندك حاجه اسمها بنكرياتيتس، التهاب الدهنات في الجي اي تي، التهاب في البنكرياس. واحد ماشي على ادويه الانتسايكوتيك، ما هناخد ان شاء الله لما ناخد الحاجات ديت الانسايكوتيك بتعمل لي دايابيتس. لو بطلنا الكوزمون البروتين ادويه زي البروتيز انهبيتور والانسايكوتيك كل الحاجات ديت كلها ممكن تؤدي الى دايابيتس، هنبقى ان احنا هناخدها على مدار الكورس ان شاء الله ديت. يعني عايز اقول لك ان في ادويه ممكن تسبب مرض السكر، فعلا حاجه زي البنكرياتيتس مثلا ممكن تسبب الموضوع ده. طب صلى على النبي، انا دلوقتي عايز اعمل سكرين يعني فحص، عاوز اشوف فيه سكر ولا ما عندوش سكر، اعمل ايه؟ اقول لك والله اول حاجه هنعملها لو واحد عنده الاعراض، ايه هي الاعراض اللي احنا عارفين ان هي اعراض السكر خلاص.
اللي هو فاتيج وفيرتيرنيشن وديهايدريشن وبياكل كتير كل حاجه دي كلها. طالما الموضوع طارئ عليه هو سيب احنا نبدا نعمل تحليل سكر على طول. طب افرض واحد ما عندوش اعراض، اقول لك لا استنى، لو ما فيش عندي اعراض يبقى في الحاله ديت اقول لك طب نعمل له برضه سكرين. ايوه لو ما فيش عندي اعراض. لا يا جماعه ده انا قمت بسلسلة التركي ديت، هل اعمله ولا ما اعملوش؟ هقول لك لا والله في ناس كتير هعمله، لان احنا عندنا النوع الثاني من مرض السكر اصلا احنا بنقول عليه بافر اسيمبتوماتيك. عشان كده عايز اقول لك اي شخص فوق ال 45 سنه، اي شخص فوق ال 45 سنه لازم اعمله تحليل سكر كل 3 سنين، لازم على طول باستمرار اعمله تحليل سكر. اي شخص اوبيز، طب دي اعرفها اوبيز ازاي؟ اقول لك والله احنا لسه هناخد الاوبيزيتي بس عامه، حاجه بنسميها البادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس اللي احنا بنقول عليه اللي هو لا الوزن على طولك تربيع بالمتر، خلاص؟ وزنك على طولك تربيع بالمتر، لو طلع اكتر من 25 في الحاله دي يا دكتور لازم على طول بقول والله لازم اعمل له تحليل ايه؟ تحليل السكر، لان كده ده اوبيز، يبقى الاشخاص الاوبيز لازم اعمل لهم تحليل سكر، خاصه لو هو اوبيز وفيزيكال انكتيفيتي، خاصه لو هو اوبيز وعنده فاميلي هيستوري، خاصه لو البنت اوبيز وعندها باراسيستيك اوفر سندروم، خاصه لو البنت اوبيز وعندها مشاكل ثانيه، كل الحاجات دي كلها تستدعيني على طول اللي انا اروح اعمل لها تحليل ايه؟ اروح اعمل لها تحليل سكر. او لو انت مثلا عملت تحليل كوليسترول مثلا ولقيت الكوليسترول عندك عالي، روح اعمل لي تحليل سكر. ها؟ ليه؟ لان زياده الجلوكوز بتبدا ترفع لك الايه؟ التريجليسرايد، ترفع لك الحاجات ديت، وبالتالي لو لقيت واحد انت جاي لك واحد عامل بس ليبيد بروفايل، ولقيت تحليل الليبيد بروفايل بتاعه عنده عالي، عنده ال دي ال عالي قوي، وعنده التريجليسرايد عالي والحاجات ديت كلها، هل تسيبه؟ لا ما تسيبوش، روح اعمل له تحليل سكر. لان الجلوكوز زياده الجلوكوز في الدم او الهايبرجلايسيميا ممكن تؤدي الى هايبر ترايجلسريديميا والحاجات دي، زياده الترايجلسرايد والال دي ال والحاجات دي. يبقى مهم ان انت تربط الحاجات ببعضها. يبقى دلوقتي الناس ديت عايزه سكرين، تمام كده؟ وبالتالي مهم قوي الحاجات دي تقسم السكريننج. والله لو في عندي سيمتومز يا دكتور خلاص، والله احنا سيمتومز موجوده اروح اعمل تحليل سكر. ايه التحليل؟ هنتكلم خلاص. طب لو ما فيش عندي سيمتومز يا دكتور اقول لك لا، لو ما فيش عندك سيمتومز اي شخص فوق ال 45 سنه لازم كل 3 سنوات لازم اعمل له، والناس اللي هي البادي ماس اندكس بتاعها 25 كي جي بالمتر سكوير يا دكتور او اكتر، والناس اللي عندها باراسيستيك سندروم، والناس اللي عندها الاتش دي ال عنده قليل اقل من الطبيعي والال دي ال اعلى من الطبيعي، فيزيكال انكتيفيتي، كل الحاجات دي كلها لازم انا افكر ان انا اعمل لها تحليل سكر يا دكتور. كل الحاجات دي كلها طبعا هنبدا ان احنا برضه نتكلم عن البنت اللي عندها ستيشنال دايابيتس. يعني ايه ستيشنال دايابيتس؟ احنا عرفناها صح؟ احنا قلنا البيبي بتاعها قد ايه؟ لا يقل عن 4 جرام، ها؟ 4 كيلو و100 جرام لا يقل يا دكتور عن. طبعا لو انا عندي طفل اتولد كده لازم اروح اعمل لمامته، ده اكيد يعني ممكن يكون عندها سكر بنت تروح تقول عن 60%. مهم خلاص؟ طيب امتى اعمل تحليل الستيشن دايابيتس؟ اقول لك والله اي حد، اي بنت حملت اول ما اعرف هي حملت لازم اعمل لها تحليل. ثم اكرر التحليل امتى؟ من 24 الى 28 لقيت معاها سكر اديها العلاج. اسيبها؟ لا ما اسيبهاش، افضل انظم لها العلاج لغايه ما تولد. طب بعد ما تولد يا عم بطل العلاج، بس اسيبها؟ برضه ما تسيبهاش. بعد الولاده من ست اسابيع الى 12 اسبوع لازم اعمل لها التحليل تاني عشان اتاكد ان السكر راح من عندها. طب ما لقيتوش موجود اسيبها؟ لا ما تسيبهاش، لازم على طول كل قد ايه؟ كل يا دكتور هتفضل احنا على طول ماشيين معاها كل 6 شهور ولا حاجه نبدا نعمل لها، تبدا تكرر معاها الموضوع تاني كل 6 شهور نبدا نعمل لها تحليل، خوفا ان هي تكون يجي لها تحليل السكر. مهم قوي ان انت تعرف الكلام ده يا دكتور. خلاص؟ طيب تعال الصلاة بس سكن.